وأيضا يقول ابن القيم: ولا تجعل فاكهة مع الطعام، إنما الفاكهة قبل الطعام. ليه؟ ولذلك: وفاكهة مما ولحم طير مما يتخيرون. فيقول لك الفاكهة قبل الطعام لا بعده ولا معه. لماذا؟ قال: لأن الفاكهة إذا كانت مع الطعام أو بعد الطعام مباشرة فإن العصارة تتجه إليها فتتعفن، لأن مش محتاجة هضم كثير. هي إيش؟ الفواكه هي أصلا إيش؟ يعني مهضمة. ولذلك كان النبي يفطر على تمرات ويروح يصلي ويجي عليه الصلاة والسلام بعدين يأكل. أما أخونا في الله يلغ من كله، يعني إذا أكل لف وإذا شرب اشتف ولا يولج وإذا اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. ما ينفعش كده تلقى متلبك وكذا ويقول لك أنا في حمية وهو زاد 50 كيلو حمية. إيش؟ انتبهوا لمثل